اوائل الافلام المصريه اللي نزلت على الستريم في سنه 2023 على منصه واتشت فيلم الباب الاخضر. ومن البوستر اول ما تشوفه وتلاقي نجوم كتير بيعرفوا يمثلوا، وكلمة بيعرفوا يمثلوا دي حط عليها خطوط كبيرة جدا، مع كلمة قصة وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة، أنا هتفرج على الفيلم ده كده كده، لأن إحنا وحشنا مؤلف، وحشنا السيناريو والحوار الصح، وحشنا القصص الجميلة، وحشنا الخضرمة في العمل، وبتعرف يعني إيه قيمة كاتب كبير جدا. فيا ترى بعد ما شفت فيلم الباب الأخضر، هل الفيلم ده واحد من الأفلام المفاجآت؟ هل الفيلم ده حلو؟ هل الفيلم هتشوفه فيما بعد كتير؟ هل الفيلم زي ما أنت كنت متوقعه؟ كل ده هنتكلم عليه في الحلقة دي. بس قبل ما أبتدي الحلقة بقى، طبعا يا بتوع أفلام عايزكم تظبطوا لي لايكات كتيرة جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لأول مرة، وطبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج والفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكوا الحلقه اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. فيلم الباب الاخضر كده مبدئيا بنت المؤلف الكبير الراحل اسامه انور عكاشه صرحت ان ده كان يعتبر اخر كتاباته، وان العمل ده معمول بقاله اكتر من 30 سنه، وان العمل ده ممكن يليق على كل العصور، ان هو ممكن يتعمل في اي وقت مش هتحس باي اختلاف. وقصه الفيلم والحبكه بتاعت الفيلم عموما معموله في اواخر او فتره في اواخر الثمانينات اوائل التسعينات كده. فاحنا بنغوص وبنشوف قصه ورحلة الفنانة سهر الصايغ، ان هي سابت بلدها وراحت على القاهرة، وراحت عند حتة الباب الاخضر في منطقة الحسين في القاهرة، وهي راحت هناك عشان المفروض هتحل مشكلة معينة. يعني ما علينا، انا مش عايز احرق لك اي حاجه، عشان لو لاي حد ما شافش الفيلم روح اتفرج عليه، لان هي تجربه تستحق. وده طبعا اجابتي للسؤال هل الفيلم يستاهل انك تتفرج عليه ولا لا. تتفرج عليه، بس هقول لك نصيحه مهمه جدا قبل ما نخش على الايجابيات او اي حاجه، او قبل السلبيات او اي حاجه عن الفيلم. الفيلم كئيب، الفيلم يعني فيه حزن كتير، والفيلم فيه يعني كآبه من الاخر. وفي ظل الاحداث اللي احنا فيها حوالينا، والسوشيال ميديا كلها داون، والحياه كلها داون، والدنيا واقعه وكل الكلام ده، فانت لو انت حاسس باكتئاب او متضايق، والدنيا بالنسبه لك كلها في الارض كده، وحاسس بكتله طاقه سلبيه كده، ما تتفرجش على الفيلم، لان هي مش ناقصه يعني. اتفرج على حاجه تضحكك، انبسط باي حاجه انت كنت بتتفرج عليها زمان في التسعينات او في الالفينات او ايا كان ايه، اتفرج عليها وبتضحك عليها. اي عمل جديد كوميدي اتفرج عليه، لان هي مش مستاهله كآبه. لكن لو انت عادي مش فارقه بالنسبه لك الفيلم، مش هيأثر فيا قوي او ايا كان، انا عادي الافلام حاجه بحطها كده ومش هتأثر على ذوقي ولا هتأثر على طاقتي ولا اي حاجه، اتفرج على الفيلم عادي، لانه فيلم يستاهل. وهرجع واقول لك قصه وسيناريو وحوار اسامه انور عكاشه. نيجي عند اول ايجابيات الفيلم بالنسبه لي ومن وجهه نظري الشخصيه، وحشتني جدا النوعيه دي من الاعمال، وحشتني النوعيه دي من الاعمال المختلفه، لان انا حاسس ان انا النوعيه دي من الاعمال ما شفتهاش بقالي سنين طويله جدا جدا، حتى برغم ان هي فيها سوداويه، فيها كآبه، ولا فيها ايا كان ايه، بس حاسس ان انا فعلا كان وحشني النوعيه دي، وحاسس بتاتش اسامه انور عكاشه بالتاكيد في الحوار وفي القصه وفي كل حاجه. هل هي افضل اعمال اسامه انور عكاشه كافلام او اي حاجه؟ ممكن ما اذكرهمش من الافضل اساسا، بس على الاقل حاجه زي دي بقت عمله نادره. فانا اشكر جدا المخرج رؤوف عبد العزيز على التجربه دي والمغامره بالتجربه دي، وان هو عمل مختلف عن الاعمال الموجوده او المطروحه علينا خلال الفتره اللي فاتت. برغم انتقادي للمخرج رؤوف عبد العزيز بفيلمه الاخراني، ده يعتبر التجربه اللي على طول بعد فيلم فارس للفنان احمد زاهر. فانتوا فاكرين طبعا الحلقة بتاعت فارس، فاكرين طبعا الفيلم ده ما كانش عاجبني قد ايه، فان هو العمل اللي بعديه على طول يعمل فيلم الباب الاخضر، فنشكره، هو ده الصح. لما تعمل حاجة صح لازم نشكرك، نقول لك برافو. برغم ان انا شايف من وجهة نظري، ودي حاجة هنحطها في السلبيات، الفيلم كان ممكن يتعمل احلى من كده كمان بكتير جدا، في كليشيهات كتيرة جدا هنتكلم عليها في السلبيات، بس اوفرول الأداء التمثيلي بتاع اياد نصار انا مبسوط جدا في اخر تجربتين لي. ايوه اياد نصار عارف قيمته بقى دلوقتي كاياد نصار، ولازم يختار ادوار محترمة وجميل، دور ده حلو جدا. وايضا دوره الاخراني في مسلسل وش وظهر، دور حلو جدا، هو ده اياد نصار، يعني هو ده اياد نصار من الاخر. وايضا نفس الكلام عن الفنان خالد الصاوي، اللي عجبتني شخصيته وكان نفسي اعرف عنها اكتر واكتر، كان نفسي اعرف عنها تفاصيل اكتر، يعني لحد المشهد الاخير او يعني المشهد اللي كان ما بينه وما بين اياد نصار كنت هقول دور عادي لخالد الصاوي، بس في مشهد برر لك حاجات كتير،
بس ما علينا يعني عشان ما احرقلكش. اما الفنانه سهر الصايغ هي طبعا من فنانات الموهوبات اللي فعلا بتعرف تمثل جدا، بتعرف تبين لك كل المشاعر اللي جواها بتحسها، ده بالتاكيد. بس اتمنى طبعا كنصيحه ان هي يعني ما تاخدش السكه بتاعت الكآبه دي، يعني حاسس ان هي بقى لها فتره مكسوره، ضحيه، طالع عين ابوها، ليه مكسوره كده، ليه مظلومه كده، ليه يعني نبعد عن السكه دي، خش في حاجه كوميدي مختلفه، حاجه دراما مختلفه، بس ما تبقاش هي الضحيه او يعني نشوف دور مختلف. عارف انك هتقولي المداح كانت قايمه بدور عفريته وكده، بس انا ما كملتش الجزء الثاني بتاع المداح الصراحه، فعشان كده ممكن اكون نسيه شويه. وايضا من الشخصيات اللي عجبتني جدا في الفيلم الفنان محمود عبد المغني، ومش هحرق لك اي حاجه عن شخصيته، بس من الادوار اللي شدتني جدا في العمل الصراحه، وايضا من اكتر المفاجآت ومن اكتر الحاجات اللي كان نفسي يبقى دورها كبير في الفيلم الفنان بيومي فؤاد. بيومي فؤاد يعني غالبا في الفيلم هو ما طلعش غير مشهدين او ثلاث مشاهد، يعني ما اتكلمش كتير، ما فيش حوارات، بس شوف الراجل ده دخل في الشخصيه ازاي وانت مصدقه وعايز تشوفه في مشاهد كتير تانية، ده يثبت لك قد ايه ان هو ممثل جامد جدا. وهرجع واقول كل ما اتكلم عن الفنان بيومي فؤاد لازم اقول المشهد بتاع الكولدير، المشهد ده من اكتر المشاهد اللي انا فعلا بدمع عليها كل ما اشوفه، لان تمثيله فعلا جامد. خساره الادوار يعني الفتره اللي فاتت دي كانت ادوار كده المفروض هو في ليفل دلوقتي ينقي الادوار، بس ما علينا احنا كده انا بخرج من موضوعنا، بس ما علينا. انا بحب بيومي فؤاد فنفسي ينقي ادوار حلوه، واتمنى ان انا اشوف منه ادوار دراميه كتير خلال الفتره الجايه زي الدور ده، دور بسيط بس انت عايز تعرف عنه اكتر. وقبل ما اقفل لك الايجابيات دلوقتي اقول لك ان فعلا هرجع اقول لك من اهم الايجابيات بالنسبه لي في العمل ده ان هو فكره جريئه، فكره مختلفه، اتمنى ان هي تتعمل بطريقه احلى من كده كمان، يعني اهو يلا قدام بقى نعمل حاجة أجمد من كده. وحاجة مهمة جدا، برغم إن العمل ده هو فيلم، يعني هو كتابة وسيناريو أسامة نور عكاشة مش كتاب، أتمنى هرجع وأقول نرجع ونشوف كتابنا القدام ونرجع ونشوف كتب كتيرة جدا، يعني نشوف الكتب دي ونعملها أفلام خلال الفترة الجاية، شوف الليفل بتاعت الأفلام هتبقى عاملة إزاي، ونستعين بمخرجين جداد، نستعين بنجوم جداد، وعادي جدا مفيهاش مشكلة، أتمنى إن ده يحصل يعني، بس يعني حاجة كده على جنب. نخش على سلبيات الفيلم. بالنسبه لي الفيلم كان فيه كليشيهات كتيره جدا. طبعا انا بالنسبه لي انتوا عارفين من خلال الشانل هنا انا مؤمن جدا بموهبه الممثل حمزه العيلي، من الممثلين اللي انت تشوفه في اي عمل صادفته في اي حاجه هتلاقيه ممثل مميز وسط كل طاقم العمل. دوره في الفيلم ده ما عجبنيش، كليشيه الرجل الشرير اللي هو يلبس كده، يبص كده، يعمل كده، اللي هو ده الرجل الشرير. انا مش عارف يعني لازم نخلص من الموضوع ده، يعني برغم برضو ان احنا شكرنا في المخرج رؤوف عبد العزيز لازم برضو نتكلم في الحتت الكليشيهات اللي لازم تنتهي يا جماعه. فكره ان البطل يبقى ليه قصه معينه وهو دكتور يعني عادي، الفيلن يبقى يلابس كده وعامل كده وحاطط رجل على رجل كده وبتاع، اللي هو ده مش طبيعي يا جماعه، ما هو في اشرار كتيره جدا عاديين، يعني مش بيعملك كده، مش بيلبس كده، ومش لازم يعمل كده، الدكاتره مش لازم بيعملوا شعرهم كده، بيت اي ممثل او اي حد في البتاع بتحسه بيت ديكور، ما تحسوش بيت، بيت خش بيت اي حد يا جماعه، خشوا بيت بيوت اي حد هتلاقوا التفاصيل ايه، مش كل حاجه متقسمه صح كده وان البويه لسه معموله والكلام، يعني خش بيتك دلوقتي، يعني انت دلوقتي واحد داخل بيته هيلاقي ايه؟ انتوا فكروا كده كمخرج اللي هو دكتور راجع بيته تمام؟ او انت راجع بيتك هيبقى ايه؟ اكيد مش كل حاجه 100% بيرفكت، واكيد مش كل حاجه تمام، في بيوت الطبيعيه يعني. فانا نفسي نعالج الكليشيهات دي، وجرعه الكآبه في الفيلم كانت زايده شويه، يعني المشاهد الدراميه كان ممكن يتقص منها شويه، وفي اخر ربع ساعه من الفيلم حسيت بكروته شويه، برغم ان الحته الاخرانيه دي كانت محتاجه وقت اطول، يعني احنا لو كنا سحبنا من حتت الدراما شويه وزودنا في اخر ربع ساعة دي شوية في كلام وسيناريو وحوار والكلام ده كان ممكن يبقى الفيلم احسن من كده كمان. بس هرجع يعني هو في الاول وفي الاخر هو تحسه فيلم سهرة تلفزيونية كده، وايا كان ايه انا بحب ان احنا نعمل اعمال كتير، اتمنى ان احنا في اخر 2023 زي ما انا تمنيت في الحلقة بتاعت الافضل بتاعت 2022 ان في 2023 نقول في الاخر ان احنا عملنا اعمال كتيرة جدا واعمال مختلفة جدا، ودي تبقى نقطة يعني نقطة البداية لعودة السينما المصرية بقوتها والاعمال المصرية
شخصيه ليها معنى كده. يعني تخيل واحد مبسوط جدا بعمل زي الباب الاخضر ده، مع احترامي جدا العمل ده، العمل حلو، وهرجع اقول لك ان هو من الاعمال المحترمه الجميله اللي هتفرج عليها. يعني حاسس ان الفيلم ده هتفرج عليه قدام ممكن تاني، اي واحد ما شافوش ممكن اتفرج عليه تاني عشان اوري له ان يعني اهو في احنا بنعمل حاجات حلوه اهي. بس في اكيد اعمال كتيره جدا ممكن تتعمل احلى من كده، بس انت تخيل يعني عادي يا جماعه، ممكن نعمل احلى من باب الاخضر، ممكن نعمل اعمال تانية، ممكن نستعين بكتب ادباء عالميين عندنا، ممكن نستعين بحاجات كتير قوي. بس في الاول وفي الاخر انا اشكر كل الناس اللي كانوا في التجربه دي، تجربه محترمه وتجربه جميله، واتمنى ان انا اشوف منها كتير جدا خلال الفتره الجايه. وفي الاخر تقييمي لفيلم الباب الاخضر هو 7/10. شكرا جدا لكل صناع العمل، وبدايه مبشره وحلوه ل 2023. يلا بينا بقى، يلا نشوف الاعمال التانية الجميلة. وفي نهاية الحلقة بتوع افلام، سؤال الحلقة لأحلى بتوع افلام في الدنيا، ايه اكتر عمل حبيته الكاتب مصري اتعمل فيلم او اتعمل مسلسل؟ سيبولي رأيكم تحت في الكومنتات، لان الموضوع ده فيه كلام كتير جدا. سيبولي رأيكم تحت وسيبولي اجاباتكم تحت، وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول، يا احلى بتوع افلام في الدنيا. وفي نهاية الحلقة بتوع افلام، اتمنى لو عجبتكم الحلقة دي تظبطولي رايكم كتيرة جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مرة. طبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج، دوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقة اول باول، وعلى مسا عليكم.